لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا لك زميلي الأخضر بريش، والشكر موصول أيضا لكل الضيوف الأعزاء، وموصول أيضا لكل الإخوة والأخوات في كل مكان تصلهم قنوات بين سبورت، تصلهم صورتنا وصوتنا للحديث عن الحدث الإفريقي الكبير، ألا وهو وصول الجزائر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا في مواجهة نسور نيجيريا، المحاربون أمام النسور من أجل ورقة الترجح لمواجهة السنغال للأسف في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل هنا على نفس الملعب في القاهرة. طبعا وجوه مبتسمة وليست مقبوضة تماما هذه التي لمسناها وشاهدناها على وجوه اللاعبين الجزائريين عندما تشاهد جمال بالعمري وهو هكذا بهذه الابتسامة، أكيد تتفائل خيرا في هذه المباراة. الأكيد أننا سنلعب مباراة كبيرة اليوم أمام منتخب نيجيريا العملاق الإفريقي والعملاق العالمي المشارك في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا، في حضور جزائري رائع وبارع، وفي حضور كذلك الثاني موجود أمامك المدافع الأوسط راح للخلف لمدافع كولينز، ترجع لأحمد موسى، الكرات البينية نيجيرية وفتح مازال، يرجع ليوسف بليلي، معاه يوسف بليلي وبغداد بونجاح، والكرة البينية موسى، راح موسى عنده الكرة الآن، موسى لجمال بالعمري يبحث عن من هنالك بغداد، ولكن بعيدة يا جمال على بغداد، راحت مباشرة من هنالك للذ الكرة، يوسف عند الكرة، بليلي يمر، بليلي يدخل، بليلي بابا بابا جول، يا 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 يوسف لم تكن متسللا أبدا أبدا أبدا، لم تكن في وضعية التسلل في هذه الكرة، ورياض 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 التوزيع، يا 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 معليش اول كره صعبه للمنتخب الجزائري تروح لاسماعيل بن ناصر ضيعها، اهداف سجلوه من كره ثابته، حذري حذري حذري، بعيد بعيد، راحت راحت سلامات، راحت سلامات مباشره، ضربه يا بغداد، اسماعيل بن ناصر والدخول من هنالك من عيسى، خطيره جول، بابا 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 با. اه يا رامي، اه حطها لك بالمليمتر يا رامي، بالمليمتر حط لك الكره هنا في القائم الثاني، ارتقى خلفك، حذاري يا رامي، خلفك موجود اوازيام، الكرة خطيرة، ولولا وجمال بن عمري بحركة كارتمان يخرج هذه الكرة مباشرة في الركنية، الكرة الآن يحاول يمر، رجع للخلف، الكرة المرفوعة في القائمة الثانية، حذاري، والكرة بعيدة بالراس، راحت سلامات هنا من قبل المدافع كينيث أوميرو، الكرة راح راح يوسف، راح يوسف، راح يوسف، راح يوسف، بابا 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 رائعة وبغداد، يا رياض يدخل من الوسط، راح يوسف بلايلي، كرة ممتازة ليوسف، أوه الحكم خلى اللعب، لعب يا يوسف، فلعب يا يوسف، فلعب يا يوسف، فلعب يا يوسف، سهلة بعيدة تماما لجمال بن عمري، خلوه براح، واحد يروح له، واحد يروح له، تلعب لأحمد موسى، لازم له مساعدة، أحمد موسى وبين أحضان الرئيس، هذه يا يوسف، وراح سفيان، كرة ممتازة، أي أي أي، لبغداد، وصل إيتيبو، إيتيبو، إيتيبو مع سفيان وجمال، وعطا ثانية يطلبها رياض، زفان دخل، زفان مازال، معلش، معلش يا زفان، معلش الكرة بعيدة تماما، راحت ضربة مرمى يقول حكم المباراة، حتى أنت دخلت في المباراة يا مهدي، طبعا صعب جدا تعوض عطال، صعب جدا تلعب كرة ممتازة، بغداد بونجاح، بابا بابا جول، يا بغداد، يا بغداد، ماذا ضيعت؟ يا 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 يا، فرصة ثمينة لبغداد لبونجاح، فرصة جيري، صعبة كثير، صعبة كثير، صعبة كثير، صعبة كثير، صعبة كثير، رايس، ادريس راح حول المرمى، وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ خرج له بطاقة صفراء، زيد زيد خرج له بطاقة صفراء، أنت استفزيتهم منذ البداية وخوفتهم وحاولت تضغط عليهم، نعم طويلة من أحمد موسى، التغطية دفاعية بالراس وعدلان، وراحت مباشرة ضربة سفيان، يلعبها لبغداد، بابا بابا بغداد، وبابا بابا بابا خطيرة، سفيان
لبغداد وخرج من هنالك جميل كولينز. فرصة رابعة للمنتخب الجزائري. هاي هنالك رياض، رياض خطيرة. اغلقنا عليه، اغلقنا عليه. ايوبي متسلل ام لا؟ والتغطية الدفاعية وعدلان. ايوبي ايوبي ايوبي. راحت سلامات. سلامات 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 يا رياض. حذاري حذاري من الكرات مثل هذه، وانت بظهرك يعطيه الكره مثل هذه، انت لا تطلبها. وهي كره صعبه، هاي كره صعبه. اخذها رياض، رياض رياض ارضيه وجول. اطلبها بغداد، راح بغداد، راح بغداد. دفاعية حذري من الخطورة، حذري حذري يا يوسف، حذري حذري. والرئيس الرئيس يلتقط هذه الكرة السهلة بالنسبة إليه قبل. حذري يا رئيس، الكرة مرفوعة بالراس. روح على الآن إيوبي. يا عيسى بغداد يلعبها مع بن أي مع يوسف. وفي خطأ، وفي خطأ قبل ما يلمس اللاعب الجزائري المنافس. راح يخطفها بغداد، راح بغداد، راح بغداد، بغداد. لا 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 لا. عدلان قديورة عنده الكرة الآن، عدلان كرة ممتازة لبغداد. لا لا يوسف يبحث عن بغداد، يوسف وبغداد والدفاع وبابا. قالوا إيتيبو يستعد، إيتيبو يلعبها في العمق، التغطية الدفاعية من هنالك. أرجع عدلان، أحمد موسى، أحمد موسى ما زال يلعبها من هنالك. ورامي رياض، الكرة خطيرة. أيوبي سلامات، أيوبي وسلامات. الكرة مرت مباشرة لضربة مرمى يقول حكم المباراة. خطيرة أي كرة، 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 خطيرة. الكرة راحت ركنية. هنا الشكويزي تحول للجهة اللي على الشكويزي. والرئيس رايل الهتافي يضع تسلل الكرة بالراس والدفاع. ورياض وسفيان. لا لا كرة بعيدة من سفيان، راحت مباشرة ضربة مرمى ورجعوا الغزلان إلى أماكنهم. رياض استلمها، كان في موقع رائع جدا في تنفيذ التماس لصالح المنتخب النيجيري. كرة بعيدة بالراس، التغطية من عدلان قديورة سينفذ التماس. كرة بعيدة وعدلان يتفوق. وانكويزي يدخل، شيكويزي مازال عنده الكرة. رجع للخلف ناحية تيتيبو. لولو دفاع يدخل ويخرجها، تروح لبغداد بنجاح. بغداد بالراس يوصلها ليوسف حكم المباراة. نعم قول ضربة جزاء، قالها قالها ضربة جزاء. والبطاقة الصفراء، ضربة جزاء والبطاقة الصفراء لعيسى منتي. نعم خليوني نقول لمسة يد. روح من هنالك يا رئيس، روح من هنالك يا رئيس، روح من هنالك يا رئيس. إيجالو جول، قلت لك روح من هنالك يا رئيس. إيجالو يعدل النتيجة لمنتخب نيجيريا. نعم يعدل النتيجة للمنتخب النيجيري. معليش خرجوا لنا الآن ما يوجد في قلوبكم في 17 دقيقة المتبقية من عمر هذه المباراة. كانوا متحكمين في اللقاء ورجعوا، شيء طبيعي لأنه كانوا خاسرين. الآن سنخرج، الآن سنبادر، سنغامر، سنخرج كل ما لدينا. دوست رجع من يوسف بلايلي، انطلق يوسف يبحث عن بغداد، بعيدة يوسف، بغداد دخل، بغداد والكرة فتو. راحت ماس ناحية قالوا هاي صعبة، هاي صعبة. يوبي ورئيس يرجع ليوسف مرة ثانية، دخل على الجهة اليسرى يوسف بلايلي، يوسف ويزل. والكرة في الركنية، ركنية ركنية يا سيد الحكم، ركنية يا سيد الحكم. خرج أحمد موسى ودخل، أحمد موسى يلعبها بينية. هاي كرة صعبة، التسديدة وفوق المرمى، التسديدة وفوق المرمى. الحكم يقول ضربة مرمى وليست ركنية. اسماعيل بن ناصر ليوسف، يوسف بلايلي، كرة لسفيان، سفيان لرياض، سفيان وبا با 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 با. يا 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 رياض، حطها في الجول يا رياض، حطها في الجول يا رياض. با 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 جول، حطها في الجول يا رياض.
حطها في الجول، حطها في الجول يا